شباب، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنعرف ازاي هنرفع التاسك بتاعنا على الجيميل. اولا هنفتح جوجل، لو احنا مش عاملين تسجيل دخول هنبدأ نسجل بالايميل بتاعنا. مثلا انا استخدم حساب، نكتب الايميل بتاعنا هنا والباسورد، تمام كده. يبقى احنا ايه كده عملنا حساب ايه على جوجل. ايه طبعا الناس اللي مش عامله حسابها هتبقى تعمل صيانه. احنا ضغط ايه كنا عاملين الحساب فدخلنا. مثلا نخش هنا نكتب جيميل، نكتب جيميل في العنوان البحث، هيجي لنا اللينك ده نختاره، هيبدأ يحولنا كده على الجيميل بتاعنا. الجيميل بتاعك ده اللي بتستقبل عليه كل الرسائل بتاعتك، تمام. فهنبدأ عشان نبعت رسالة هنختار ايه كومبوز، ممكن لو عربي هتلاقي ارسال. فهنا بنكتب الاكونت اللي احنا عايزين نبعته، فاحنا هنبعت كلنا ايه للاكونت ايه كومبايلر، تمام. ده الاكونت اللي هنبدأ نبعت عنه كومبايلر كوميونتي @جيميل دوت كوم. السبجكت ده الموضوع اللي احنا المفروض باعتينه، فاحنا هنسميه مثلا ايه ايه تاسك الجافا، او مثلا تاسك السي بلس بلس، على حسب بقى ايه الايميل اللي انت هتبعته. ده موضوع الايميل اللي انت عايز تبعته. وبعدين تكتب هنا مثلا اسمك، ماشي. وبعدين تكتب تختار اللينك اللي انت عايز ترفع عليه، تختار من هنا الحاجة اللي انت عايز ترفعها. انت عايز ترفع بقى الملف بتاعك، تبدأ تضغط هنا تشوف الملف اللي انت عايز ترفعه ايه. الملف مضغوط مثلا اهو، هبدأ اتكه كده، هيبدأ الملف يحمل معايا. بمجرد انه ينتهي البحث اقول له ارسال او سن، تمام، مجرد ما ينتهي هنا الرفع، تمام. بس كده نبدأ نكتب سن كده، ان شاء الله كده الايميل هيوصل لنا واحنا هنبقى نبدأ نشوف، تمام. بالتوفيق يا شباب، سلام.